الأخبار. جريدة الأخبار قالت إن حارس حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق إن هو يساند لائحة النادي الأهلي الجديدة واللي هيتم التصويت عليها إن شاء الله يوم 28 سبتمبر. وخلال حضوره امبارح يوم الجمعة لحفل افطار عمله فريق الصباح قال إن هو سعيد جدا إن هو موجود ما بين أفراد عيلة النادي الأهلي خصوصا طبعا فريق الصباح واللي بيربطوا بيه علاقة قوية جدا من سنين طويلة. وأكد إن أعضاء الفريق بقوا من أبرز أعضاء النادي وإن هم طبعا مثال مشرف وقدوة لكل الأجيال. وطالب كمان رئيس النادي الأسبق كل أعضاء الجمعية العمومية كل أعضاء النادي إن هم يحافظوا على وحدتهم واجتماعاتهم بشكل دائم. تعالوا بقى نشوف معاكم تقرير عن اجتماع فريق الصباح في النادي الأهلي وكلمة كابتن حسن حمدي. احنا متشكرين جدا لان احنا الحاجات الملحوظات اللي احنا يعني قلنا ده كذا ده كذا ده خلاص تم الموافقه عليها. فانا ببارك لكم وبارك لنفسي وبارك لكل اعضاء مجلس الاداره وبارك لحضراتكم جميعا هذه اللائحه او بلاش نقول الدستور الجديد الجميل الرائع اللي ان شاء الله كل الانديه هتعمل زينا. احنا دايما نمره واحد الأهلي نمرة واحد. عايز أقول إن أنا سعيد جدا من بجد يعني سعيد إن أنا باجي لكم بقعد معاكم يمكن بقالي مدة ما جيتش لكن أول ما قال لي كابتن حسين الحقيقة وأنا قلت له كذا مرة بحب إن أنا أجي وأشوفكم وأقعد معاكم. أنتوا فريق مثل للنادي الأهلي بالنظام يعني يكفي إن أنت كلكم عندكم كلمة واحدة. يكفي ان انتوا عندكم مواعيد ونظام بتحافظوا عليها في تدريباتكم. الرياضه دي اجمل حاجه في الدنيا. صحيح انا نفسي بعيد عن الرياضه لكن بحسدكم ان انتوا بتجمعوا مع بعضيكم بتتمرنوا مع بعضيكم وعايشين حياه رياضيه جميله جدا. اصبحت احدى سمات النادي الاهلي فريق الصباح من قديم الزمن وعشان كده الواحد فخور بيكم واتمنى ان انتوا تقعدوا كده على طول تستمروا. وكل ما اتمناه لكم وللنادي يعني عايز اقول من الاخر يعني حافظوا على النادي حافظوا على فرقتكم لان هي ديت سمة النادي الاهلي وسمة اعضاء النادي الاهلي بتوع فريق الصباح اللي احنا طول عمرنا نعرفهم من قديم الزمن.